بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة عاشوراء، الأيام دي بنحتفل بيها أو زي ما تعودنا نسميه موسم عاشوراء. أمهاتنا جميعا ربنا يديهم الصحة تعودوا بقى يعملوا اللبن بالقمح بالسكر والنشا، وتعالوا يلا كلوا عاشوراء. عادة من أيام الدولة الفاطمية اللي دخلوا الحلويات في حياتنا لإحياء المناسبات الدينية. جه بعد كده صلاح الدين الأيوبي حاول يلغي كل العادات اللي رسختها الدولة الفاطمية، لكنه للأسف فشل تماما، بدليل أنه في طبق عاشوراء في التلاجة عند أمي مستنياني أخلص الحلقة وأروح أكله. العادات بالذات في الأكل مستمرة، هناك من يمدحها وهناك من يحرمها، لكن شئنا أم أبينا هي فيها نوع من التذكرة القوية للمناسبات وتضفي عليها شيء من الفرحة بهذه المناسبات. أما مناسبة يوم عاشوراء فهو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون، وكان اليهود بيصوموا اليوم ده، فقال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم وصام هذا اليوم. السؤال بقى، هل هو سنة مؤكدة ولا لأ؟ بعض الناس ساعات يصوموا تسعاء وعاشوراء، هل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام صام اليومين دول؟ ثوابهم ايه؟ هل انا يعني في بعض الناس تقول لك ايه، لا يعني انت فقدت ثواب عظيم، وبيسموا ده اسم ساعات، يقول لك لا انت بتفقد ثواب عظيم، وممكن تاخد اسم لو انت فرطت في سنه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. فعايزين نسال عن الموضوع ده فضيله الشيخ اشرف الفيل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ. اهلا وسهلا. هل هي قصه حقيقيه فعلا، قصه انه الرسول عليه الصلاه والسلام لان اليهود بيصوموا عاشوراء فقال احنا اولى؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، في قصة عاشوراء قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، فكان صيام يوم عاشوراء فرضا، يعني ده مفروض لا على الناس جميعا من المسلمين أن يصومونه. ثم بعد ذلك لما هجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وكان قد فرض رمضان وأصبح صيام عاشوراء هذه من السنة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم عن سبب الصيام، عن هذا اليوم أنتم ليه بتصوموا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى منكم وصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه على سبيل النافلة وليس على سبيل الفرض، إنما كانت على سبيل الفرض قبل مجيء شهر رمضان. فلما جاء شهر رمضان نادى في الناس أن عاشوراء من أراد أن يصوم فليصوم ومن لم يرد أن يصوم فلا يصوم، ثم بعد ذلك صام شهر رمضان. صوم يوم عاشوراء وهو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم متحرجين، رأى المسلمين متحرجين من صيام عاشوراء مع اليهود فصاروا يصومون مع اليهود في نفس اليوم، في نفس اليوم الواحد، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم، فقال لئن شئت إلى قابل، لئن عشت إلى قابل، لو عشت السنة اللي جاية لأصومن التاسع. يبقى أصومن عشان التاسع. يختلف عنه، عشان يختلف عنه، يبقى صام التاسع والعاشر. إذ أن العاشر هو الأصل والتاسع هو الفرع عليه، والاثنين سنة على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قبض ولم يعني يصوم التاسع، كان بعدها حجة الوداع، وبعد حجة الوداع توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصم يوم التاسع من ذي الحجة، وإنما صام يوم العاشر فقط. وعلى هذا فريق من العلماء على أن الصيام اختلفوا بقى في مسألة لأصومن التاسع. فبعضهم يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصومن التاسع على أنه بدلا من عاشوراء، وبعضهم يرى لأصومن التاسع مع عاشوراء لحتى المخالفة. وكلا أمرين اجتهاد من العلماء في فهم المسألة، لكن هم ما تنفذوش بالفعل، لم يتنفذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم إلا عاشوراء. وعلى هذا فالأصل صيام يوم عاشوراء، وفي رواية أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، فيمكن أن يصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. يعني هو مش شرع، هل يجوز لنا أننا نقول أنه شرع صيام السنن أو شرع الصلوات النوافل؟ هو الشرع هو النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشرع. فهل هو شرع في آخر سنة قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على طول؟ لا، قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو قبل وفاة النبي بسنة قال لئن صمت لئن عشت إلى قابل إلى السنة اللي جاية، يعني لأصومن التاسع، يعني التاسع مع العاشر، لكنه قال التاسع فقط، فهم بعضهم لأصومن التاسع بدلا من العاشر،
وفهم بعضهم لأصومن التاسع مع العاشر. اللي فهموا لأصومن التاسع مع العاشر كان رأيهم أفضل وأقوى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصم يوما قبله أو يوما بعده. لكن النبي حدد أنه هيختار اللي قبل، مش هيحتاج، مش هيختار اللي بعد. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عاشوراء. هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فكان بالنسبة لليهود ده يوم فرح أن ربنا أغلق، يعني أغرق الطاغية الذي كان يعذب ويعذب بني إسرائيل وكان بيعمل فيهم كلام ده كله، فأغرقه الله سبحانه وتعالى، فكان يوم فرح، فكانوا يصومون هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء.